لم يحظى بأطراف عليا، فقرر أن يبدع بأطرافه السفلى. إلى المدرسة صباحاً لا ينفك صادق ذو 9 سنوات عن الذهاب، يجلس بجوار أقرانه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بوجهه يقلب وبقدميه يكتب ويرسم لمستقبل يتحدى فيه الإعاقة. صادق عمري 9 سنوات، وجينا مع عمي هنا جهناني، وجسوا هنا مع عمي تعلمني وقرأ وكتب وعمي تعلمني. أنا مشرفة تربوية للتربية الخاصة. أثناء زياراتي بالأسبوع الأول للعام الدراسي جذب بانتباهي طفل جالس قرب الحارس الأمني، وانتبهت عليه ما عنده ذراعين ماكو، فسألت أنت بالمدرسة؟ قال لا أنا مو بالمدرسة. تحب؟ قال لي أقدر. شلون تقدر تكتب؟ قال لي أقدر أكتب بقدمي. فأنا اتصلت بمدير المدرسة اللي بها، هو حاليا مدير مدرسة المعراج، والرجل رحب فجبناه. وبعد ساعات من الدراسة دق الجرس، يستعد ثم يغادر المدرسة بعد نهاية الدوام ليعود إلى البيت. وكصعوبة صعوده يعيش هذا الطفل الذي يحلم أن يكون طبيباً لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تحلم والدته أن يكون له أطراف صناعية. راجعنا أطباء وقالونا يعني يصير هنا بس ما يحرك، ما يشتغل به، بس هيك يعني شكل، بس كشكل ما يحرك ولا فد شيء، بس خارج الأراء قالوا يقدر يسووا له، يقدرون يسووا له. أروح مدرسة يومية وأقرأ وأكتب أصير دكتور. صادق قصة طفل أبى أن يستسلم أمام فقدانه لأطراف عليا، قرر أن يتحدى ويتعايش بفطرته رغم التحديات، ليشجع أقرانه على عدم الاستسلام نحو تحقيق أحلامهم. بعمره الصغير أثبت أن الإعاقة هي إعاقة الجسد لا الإرادة، فأضحى مثالا حي للتغلب عليها وليس التعايش معها فحسب. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.